السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد اللي هنشوف فيه مع بعض إن شاء الله إزاي إحنا نستفاد من الخلفات أو من الرواكيب أو من السرطانات بتاعت النخيل، اللي هي بعد ما إحنا نفصل الدور الأول في الفسائل زي ما أنتم شايفين كده. يعتبر الفسيلة دي اللي أنتم شايفينها، الفسيلة دي فسيلة أصلية من الأم مباشرة، وبعد كده الدور اللي بعد منه اللي هو الدور ده يعتبر رواكيب كانت فوق شوية فتعمل لها المشمعات اللي انتوا شايفينها ديت بالشكل ده. هنشوف مع بعض العملية كاملة ان شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا دي الفسيلة الأصلية تحت. تفضل اعمل صف، هذه واحد جنب الجماعه لو هاتوا على البدايه على البدايه كده وتحت. لا لا، في نخله، في نخله كده عندي، في نخله، في ما شاء الله ما شاء الله. دي كانت هتصوم بلبس، كانت هتصوم بلبس، بس هي كده برضه ما تنفعش. والله الجدر هندسه ولا هندسه؟ فيها جزر واحد بس ما ينفعش. لسه بدري. يدو ورا هنا يا كان غزاها شويه وزائد كان ضرب في حاجه ده. لسه هم فتحوا عليه وسابوه مش يكشفون عليه، يكشفوا النخل كلها، يكشف عليه. بسم الله ما شاء الله. ده الاستاذ لوجي، ده نمبر واحد في التقليع، وانا الاستاذ هادي بفصل بالهيم برضو، وده بسم الله ما شاء الله النخله فيها يجي 20 قبله فصيله مسدود، ودي برضو ودي
وده الاستاذ عزت المقاول بتاعنا. خلو هشام وده الاستاذ عزت المقاول وده محمد ابو سهيل اللي عاملنا النهارده الايه والله يا هادي هنزلك على التيك توك اهو. الله ينعلمك. ازيك؟ مفتاحكم ممرضي ممرضي. طب ايه سيد ممرضي؟ حريق. يا باشمهندس هتصورني؟ والله ما قايل عليه معلوم. خد بالك يا باشمهندس بيصورني اهو. هاشم. ربك صور الباشمهندس ابو سهيل ده راجل هنا. بيصور فيديو فيديو. والله هادي فضل يسايس فيني وشرب شركة من الماي. صار بش مهندس ما يبقى عندك من ايه؟ والله تحت الام تعال بس كده نزلت بقى. انا عندي واحد مفروض جوه المسماره بالصوت.
انت جيت لغايه الثاني راجع. انا بكلمك ايه دي؟ انت جاي لهني؟